برحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا في كل مكان، وبنواصل معاكم متابعة فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المتنوعة. في الحقيقة أنه مهرجان العلمين أو مدينة العلمين أصبحت أيقونة الساحل الشمالي، والفضل في ده كله يرجع أولا لحجم المشروعات والاستثمارات الكبيرة اللي تمت في المدينة، وتاني حاجة لجهود الترويج ليها من خلال الفعاليات الكبيرة والكتير والمتنوعة اللي بتحصل في مهرجان العلمين. والنهاردة مستمرين معاكم ومكملين في تغطية أنشطة وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وهستعرض مع حضراتكم أو هنستعرض مع حضراتكم أبرز الفعاليات اللي بتنظمها الشركة المتحدة خلال الفترة القادمة في المهرجان، وكمان الخدمات اللي هتسهل على الزوار قضاء وقت ممتع في المهرجان، خاصة طبعا الأسر اللي بتيجي عشان تزور مدينة العلمين. تفاصيل أكتر هنعرفها مع زميلتي لما جبريل المتحدثة باسم مهرجان العلمين الجديدة. برحب بيكي يا لما. بشكرك أنا برحب بيكي. يعني ألف مبروك على يعني أحلى، ممكن نقول إن ده أحلى متحدث رسمي باسم المهرجان، مفيش احلى من كده الحقيقه. احنا ماتشنج مع بعض النهارده، دي احلى حاجه، مطقمين مش مقصوده خالص خالص. كلميني اكتر عن المهرجان، شايفه ازاي النسخه الثانيه من مهرجان العلمين لحد دلوقتي؟ شايفه ان النسخه الثانيه من مهرجان العلمين حصل فيها تطور على كل المستويات الحقيقه، على مستوى الفعاليات في توسع، في مستوى الفعاليات حتى على مستوى المدينة وشكلها، التنظيم اتطور. الحقيقة انه الشراكات والتكامل اللي حصل بين المتحدة وبين الوزارات المختلفة لخدمة السائح او لخدمة المواطن اللي بيتلقى خدمة، ده كمان حصل فيه تطور كبير جدا، يمكن شايفينه من خلال خدمات كتيرة قوي بتحصل في المدينة، كله بيخدم مهرجان العلمين في نسخته الثانية. والحقيقة انه انا بقول دايما انه المهرجان عامل زي كارنفال مفتوح في المدينة، اي حد بيتمشى في اي حتة يا شايف فرق من وزارة الثقافة بتقدمها فنون شعبية، يا شايف المتحدة موجودة بتصور في كل حتة، نجوم وفنانين وسيرك وكورة، برضو بنجوم كورة. الحقيقة انه كارنفال مفتوح في احلى مكان في العالم، وانا شايفه انه يعني النسخه اتطورت بشكل كبير جدا جدا. خلينا نتكلم عن كل حاجه من اللي انت قلتيها دي بالتفصيل. لو هنبدا بالحفلات اول حاجه، لان الحفلات يمكن هي اكثر ما يميز مهرجان العلمين من النسخه اللي فاتت، حفلات لاكبر واقوى نجوم الوطن العربي شفنا لحد دلوقتي، يعني محمد منير، قاسم الساهر، ماجده الرومي، وفي حفلات كمان في الفتره الجايه. كلمينا اكتر عن الحفلات، يعني اللي انا عارفاه كمان ان الاسبوع الجاي هيكون في حفله نجوم التسعينات، يعني دي احلى حاجه بالنسبه لنا، كلنا هنبقى مستمتعين. الحفله دي عايزه اقول لك عامله صدى واسع بطريقه، يعني هتلاقي كل الناس بتتكلم عليها وكل الناس بتسال عليها، واقبال كبير جدا جدا عليها طبعا من خلال تذكرتي اللي بتوفر التيكتس او التذاكر لحفله نجوم التسعينات. الحقيقه انه احنا مهتمين قوي بفكره او بجانب الحفلات، هو جانب مهم جدا طبعا طبعا من المهرجانات، ولكن احنا كمان عندنا قوه ناعمه قوي وقويه قوي، يعني قوه ناعمه بتاعتنا قويه قوي، وحسن استغلالها ده احسن منتج ممكن نقدمه للناس. فحاولنا ننوع ونقدم اكبر كم من النجوم نقدر نقدمه، يعني ابتدينا بمحمد منير مرورا بقاسم الساهر وماجده رومي مع حفظ الالقاب، تامر حسني عمل عرض ولا اروع على المسرح، وهو راجل بيعرف يعمل شو، بيعرف يعمل حفلات حلوه جدا، حفلاته بتكون رائعه علشان هو بيبتكر وبيعرف يعمل عرض متكامل، بيعمل شو على المسرح. بعد كده بقى عندنا التسعينات، عندنا رامي جمال، عمرو دياب طبعا كل مستني حفلته، كلنا مستنيين حفله عمرو دياب، فئات كتيره قوي اصلا من التيكتس بتاعته والحفله دي خلصت. ويجز اخر الشهر، في النص في مسار اجباري، سعاد مسي، كايروكي، يعني اسامي لسه كبيره جدا. وتهيألي كمان السنه دي المهمه قوي المسرحيات. صحيح. تعرف مصر كانت دايما مميزه قوي في الصيف بالمسرحيات، يعني كان صيف يدخل وموسم مسرحيات يبتدي مع السياحه، وتلاقي حتى الناس في اجازاتها تقول العرض ليله ايه فين امتى. مظبوط. فانا سعيده جدا انه من خلال مهرجان العلمين رجع ده تاني الموسم ده. تفتكري ده هيرجعنا تاني لايام زمان، ايام المسرحيات، ونحن نروح نحضر مسرح ونشوف النجوم قدامنا ونشوفهم بعنينا، تجربه ليها طعم تاني، تجربه طبعا. يمكن في كثير من الجيل الحالي ما يعرفش احساس المسرح،
فهنقدر ان احنا نجرب ده ونرجع للاحساس ده تاني من خلال مهرجان العالمين؟ جدا كلنا يعني الحقيقه لانه كمان العرض المسرحي بيقعد 3 ليالي، احنا عندنا عروض لنجوم صف اول كتير، يعني مش عرض واحد في الصيف كله. تيكتس نزلت على تذكرتي مسرحيه الشهره المخرج خالد جلال ومسرحيه وهو بولاق روج كمان على وزن بولاق روج وكريم عبد العزيز النجم كريم عبد العزيز سندباد. فالحقيقه انه عروض كتيره قوي. انت عارفه كمان ملف بناء الانسان ده، انا ممكن اخش في موضوع تاني بس هو مش بعيد خالص عن اصلا فلسفه مهرجان العالمين، انه من القياده السياسيه على راس اولوياتها دايما الانسان وبناء الانسان، والحقيقه انه القوه الناعمه والرياضه والثقافه والتراث والارتقاء كمان بالذوق العام ده كله من الاهداف المهمه جدا جدا للدوله. والحقيقه ان احنا بنحاول نشتغل على ده، بنحاول دايما نقدم تجربه مفادها وفلسفتها ان هي مفيده ولكن كمان فيها استمتاع وفيها تسويق لاحلى مدينه، يعني من وجهه نظري انا شايفها من احلى مدن العالم، العالمين الجديده. مهرجان كل الاطراف اشتغلت فيه علشان تسوق للمدينه دي وتسوق لقوتنا. نعمل ايه؟ مش محتاجه طبعا تسويق، ولكن مفيش اشك من كده الحقيقه تسويق لمدينه العالمين الجديده، مفيش احلى ولا اشك من كده تسويق. ومن ضمن النشاطات اللي لازم نتكلم عليها الانشطه الرياضيه كمان، الانشطه الرياضيه مهمه جدا، وبالنسبه كمان بالنسبه لنا احنا بنحب دايما في المصيف او في الاماكن اللي على البحر نحن ندخل في انشطه رياضيه، نلعب بيتش بولي، نلعب باسكت بول على الرمل، نلعب كوره حتى على الرمل. ففي انشطه رياضيه كتير، شفنا الباراموتر، شفنا حاجات كتير حلوه جدا هنا، والانشطه دي كلها بتدعمها الشركه المتحده. كلمينا بقى اكتر عن الانشطه الرياضيه وايه اللي ممكن كمان نشوفه في الفتره الجايه. بصي طبعا هي من النسخه الاولى الحقيقه في اهتمام جدا جدا بالانشطه الرياضيه، اذا كانت زي كل اللي انتي قلتي، الكوره، الباسكت، البادل، الطايره، الباراموترز على طول اللي موجودين في العالمين، على طول شايفين الطيارات فوق، بتمنى اركبها بس هي بصراحه انا اركبها. لا لا هنروح نركبها مع بعض. هتشجعيني؟ جدا يلا مع بعض. كان عندنا فقره حلوه قوي، هدي كرم عملتها طبعا بالباراموتر، انا مش عارفه جابت الشجاعه دي منين، بس وي ار سو براود طبعا ان هي قدرت تعمل كده. بس هي لذيذه قوي، عارفه، لان انتي بتشوفي مدينه العالمين فوق كلها والساحل الشمالي، فحلوه جدا جدا. بشجع كل الناس اللي البوم جامد يعني لازم يعملوها. انا قلبي مش جامد بس ممكن تاخديها معاكي. لا يعني هحاول نعملها. لازم ماتشات الكوره لا تتوقف، والحقيقه ان كل ده مفتوح لكل جمهور مدينه العالمين، يعني كل المدينه الترفيهيه اللي فيها الرياضات دي مفتوحه، غير طبعا الشاطئ اللي مفتوح، يعني في شاطئ مجاني تم توفيره طبعا للزوار. انا حابه اكد ان كل حاجه في المدينه مفتوحه لكل الناس، يعني مفيش حد هيبقى داخل حته حد هيقول له انت رايح فين. المكان بكل الفاسيلتيز وبكل حاجه فيه مفتوحه لكل المصريين. انت عارفه انا دايما بتخيل سيناريو كده انه حد حابب يجي يقضي يوم في الساحل الشمالي او في العالمين الجديده. من ضمن فكره التكامل والشراكه انجي اللي انا كنت بكلمك عليها، انه وزاره النقل وفرت وسائل نقل من القاهره واسكندريه في الاماكن الاساسيه صحيح. باسعار مخفضه جدا للعائلات اللي حابه تيجي. هيجوا يقضوا يوم، البحر موجود برسوم، من غير رسوم، مجاني، شاطئ مجاني صحيح. المول موجود، الدخول مجاني، الممشى السياحي اللي احنا موجودين فيه، نتكلم عن طول 14 كيلومتر، كل الارانز مفتوحه لكل الناس، في حفلات بالمجان في المسرح الروماني، وسائل النقل جوه مدينه العالمين اللي هي الاتوبيسات صديقه للبيئه موجوده برضو باسعار مخفضه جدا. فانا بس عايزه اكد انه المدينه من المصريين لكل المصريين، هيقدروا يجوا يقضوا يوم بمنتهى السلاسه وبمنتهى البساطه. الناس حوالينا فعلا، الناس حوالينا، ودي حاجه لذيذه جدا على فكره. الكاميرات جايبه دلوقتي الناس بتتمشى ازاي والناس مبسوطه ازاي، واسر كتير جايه وجايبه اولادها معاها، وفكره انه مدينه العالمين ومهرجان العالمين ده مش للاغنياء فقط، دي فكره مهمه جدا. كان دايما الناس بتتكلم عن منطقه الساحل الشمالي انها للاغنياء بس، انها مقفوله اللي يروح ده هو ده بس اللي معاه فلوس، لكن الشركه المتحده واللي قدموا مهرجان العالمين لكافه المصريين دي كانت لفته جميله جدا. كلمينا عنها اكتر، وعايزينك تعرفي الناس اكتر لو حد من محدودي الدخل او متوسطي الدخل نفسهم يجوا يقضوا يوم هنا في مدينه العالمين، يجوا ازاي ويعملوا ايه؟ واظن انت قلتي جزء من ده بس عايزين نعيد لهم تاني. يعني هو
سيناريو بسيط جدا. وسائل النقل موجودة في الأماكن الكبيرة أو في الأماكن المراكز يعني المواصلات في القاهرة واسكندرية موجودين وبأسعار مخفضة جدا. هيجي هيخش الشاطئ المجاني ينبسطوا جدا جدا جدا، وبعدين يطلع يخش اي منطقة هو حبيبها، اذا كانت المنطقة الترفيهية المول الممشى السياحي بطول 14 كيلومتر، الحفلات في المسرح الروماني، عندنا حفلات معظمها اللي بتقدم في المسرح الروماني اذا كان بالتعاون مع وزارة الثقافة، او عندنا بعض الحفلات للفرق الاندرجراوند والرابرز كل يوم اتنين الساعة 8 مجانا. دي حفلات مجانية الناس تقدر تروح المسرح. في حفلات كتيرة قوي بتقدمها وزارة الثقافة برضو في المسرح الروماني بشكل مجاني. الكيدز اريا يعني هتعمل كل حاجة في مدينة العالمين ومحدش هيقولك انت رايح فين ولا جاي منين بمنتهى الاريحية. مهم قوي ان احنا نقدم تجربة لكل الناس بسيطة وسهلة ومريحة، اللي عايز فنادق وعايز اماكن فارهة وتجربة خاصة موجودة جدا، صحيح. واللي عايز يوم بسيط وما فيهوش تكاليف برضو موجود. الحياة ان المدينة يعني تكفينا كلنا وتكفي ضيوفنا الكرام كمان من كل حتة في العالم، لانه احنا بنستهدف المصريين بمختلف يعني مستوياتهم المادية، وكمان بنستهدف السياح من الخارج، عايزين الناس تيجي من برا. وبالفعل ده اللي حصل في النسخة الحالية سواء من الوطن العربي او حتى عالميا. النسخة دي عشان كده مميزة جدا. قوليلي، عايز قوليلي حاجة. عايزة اقولك ان التوقيت كمان مهم قوي بتاع انطلاق مدينة العالمين مهرجان العالمين. معظم مدن البحر المتوسط دلوقتي اللي متابع يعني فيها مظاهرات ضد السياحة، لانه السياحة تقلت قوي على البنية التحتية عندهم، صحيح. وبسبب التضخم الاسعار زادت بشكل مبالغ فيه على السياح وعلى اهل المدن. الناس بتقول لا للسياح، بنشوف بالزبط. مظاهرات فعلا في مدن كتير. الحقيقة انه العالمين وانطلاقتها في التوقيت ده توقيت مهم جدا، واحنا شايفين مردود ده في السياحة، شايفين مردود ده في فنادق مدينة العالمين رفع شعار كامل العدد او فولي بوكت. والحقيقة انه فتح فرص كبيرة جدا للساحل الشمالي كله. احنا لسه محتاجين فنادق ولسه محتاجين مدن ولسه محتاجين تعمير، لانه هنستوعب كل ده، واحنا بالفعل بنستوعب كل ده في المرحلة دي. فالحقيقة انه اللي حصل تشغيل لمدينة العالمين وبالاف من العمالة على كل المستويات، والساحل الشمالي كله لسه هيشتغل اكتر واكتر بالاف من العمالة المصرية. فالحقيقة انه المهرجان بشراكة مع الدولة و كل ده لخدمة الناس والمدينة الحلوة دي. اكيد مفيش احلى من كده. يعني لو هنتكلم على حلاوه المدينه، انا مبسوطه ان احنا بنصور هنا قوي. انا كمان مبسوطه قوي عشان انا بحب نصور في وسط الناس. وسط الناس تشوفي ردود افعالهم وقد ايه هم مبسوطين، غير لما بتكوني قاعده في مكان معزوله عن الناس. ده حقيقي وجو حلو قوي. اكيد انت حاسه، انا وانت اكتر ناس بالزبط. ممكن نحس بالاحساس ده، انك تشوفي الابتسامات، تشوفي ناس مبسوطه، ناس مستمتعه بالزبط. وكمان احنا بنصور في حته حلوه قوي. يعني احنا ورانا كمان الابراج، احنا في منطقه الممشى السياحي عند الابراج الشاطئيه. ولو هنتكلم عن الابراج الشاطئيه وهنتكلم عن الاستثمارات والتنميه العقاريه اللي حصلت في مدينه العالمين، احكي لي بقى قد ايه ده ساهم في نجاح مهرجان العالمين، وقد ايه مهرجان العالمين ساهم في تطوير التنميه العقاريه والاستثمارات في المنطقه. الحقيقه ان سوق العقار اصلا في الساحل الشمالي سوق قوي. اللي حصل انه مدينه العالمين نشطت السوق ده بشكل اكبر. يعني لو نفتكر انه الحقيقه انه البونه في مدينه العالمين كان سريع جدا جدا، يعني قبل ما المهرجان يدشن احنا كنا شايفين المدينه ملامحها كامله بشكل او صحيح. باخر. طبعا كل سنه بنشوف تطور عن السنه اللي قبلها، بس كنا شايفين ابراج، كنا شايفين مدن. طبعا ورا الابراج دي في مدن كامله من السكن، منطقه الداون تاون كلها اتبنت وخلاص جاهزين تقريبا، صح. كل التسلمات. السكن تقريبا معظمه بنسبه كبيره جدا جدا جاهز. الحقيقة انه النشاط اللي حصل زود طبعا الكثافة او الرجل على مدينة العالمين زي ما بيتقال، فده بطبيعة الحال بيزود الاستثمارات في الابراج وفي البنى بشكل كبير جدا. ونسوق العقار في مدينة العالمين طبعا خلى السوق كله في الساحل الشمالي يختلف، صحيح. يعني ولسه في فرص استثمارية موجودة. والحقيقة انه مدينة العالمين اكبر مثال واقوى مثال لشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لانه الاتنين استثمروا حقيقي بصدق في المدينة دي. واعتقد انه
ابتدوا فعلا يجنوا ثمارها، ولسه في المراحل اللي جايه هنشوف اكتر واكتر، لان احنا بنتكلم عن مدينه جديده جدا، يعني ابتدى التشغيل قريب يعني من سنه او سنه وشويه، وبالفعل احنا لسه كمان لسه في حاجات كتير لسه على السنة الجاية أو على السيزن طبعا. الجاي اتكلمت مع ناس كتير من الناس المشرفة هنا على على الكومباوندز وعلى المشاريع اللي بتتعمل، انه على السنة الجاية ان شاء الله هيسلموا اكتر وهيكون في عدد كبير من الوحدات اللي هيتم تسليمها. فتعالي نتخيل كده النسخة الجاية من مهرجان العالمين هتكون عاملة ازاي بعد ما ناس كتير تكون تسلمت الوحدات والشقق السكنية والوحدات السكنية بتاعتهم. متخيلة معايا المهرجان هيكون عامل ازاي؟ بصي انا مبسوطه انه فعلا انه تنظيم كويس، لانه انا متخيله الاعداد هتزيد اكتر بكتير، لان صحيح. احنا بالفعل حتى زي ايام وسط الاسبوع الاعداد كتيره جدا طبعا بعد الامتحانات. دي كلمتي، لاني على طول بقعد اقول انه انا عمري ما كنت باجي هنا واشوف في وسط الاسبوع الدنيا زحمه بالشكل ده. ده ما كانش بيحصل خالص. قبل كده خالص. فانا دايما لا بشوف انه مهرجان العالمين قدر ان هو يجذب عدد كبير جدا من الناس حتى في الايام اللي الناس عندها شغل. بالظبط. تخيلي يعني الويك احنا وسط الويك اند بقى عامله ازاي. بالظبط يا جماعه، متخيلين الويك اند تبقى عامله ازاي فعلا. بس عارفه الطرق الجديده وفكره توزيع الفعاليات خلتنا ممكن ما نحسش قوي بالزحمه بالتكدس. لو تفتكري انجي قبل كده زمان ايام الطريق القديم وقبل مهرجان العالمين، لو كانت في حفله لاي نجم من النجوم كان الطريق بيقفل، الطريق واقف تماما، الطريق بيقفل خلاص. صحيح. واللي في البيت متضايق واللي في الطريق متضايق واللي رايح الحفله برضه خلاص ما بيلحقش اصلا الحفله الطريق جديد مع التنظيم مع التوزيع واستغلال المساحات، الحقيقه بقت التجربه مريحه. اهم حاجه ان الصيف وتجاربه تبقى مريحه، احنا بنحرص ان احنا نقدم تجارب مريحه حتى لذوي الهمم، ليهم اماكن مخصصه وليهم ممرات مخصصه حتى عشان تجربتهم تبقى مريحه. وبالمناسبه يوم تقريبا الاسبوع الجاي في فعاليه رياضيه لذوي الهمم، ماتش الله يبقى لذيذ جدا 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 ده لازم نحضره. احنا مهتمين بكل الناس، انتوا مهتمين الحياه بكل الناس، دي احلى حاجه حلوه. عارفه لما تخلصي صيف وتقولي الصيف ده كان حلو، احنا مهتمين قوي بده يعني بجد بالبساطه دي، وحتى بالفلسفه اللي ورا المهرجان ورا كل اللي شغالين فيه. المهم الناس تنبسط، كلها تبقى مبسوطه، ولكن بوعي مننا ان احنا نقدم كل ما هو مفيد ونبني على او نزود او مهتمين جدا بملف بناء الانسان من خلال كل حاجه بنقدمها. ووجز اخر الشهر كمان. ووجز اخر الشهر ده ختام الحفلات ولا هيبقى في حفلات تانية بعد ووجز؟ بصي لغايه دلوقتي ووجز المفروض 30 اغسطس فده الختام، بس انت عارفه انه الاداره ممكن يبقى في مفاجآت. يعني لازم عارف ممكن يكون في مفاجآت، بس حتى لو كان ختامها ووجز فده برده ختام حلو جدا. يعني ختام قوي جدا. طب خليني اسالك بقى بشكل شخصي، ايه اكتر حاجه عجباكي في مهرجان العالمين وبتستمتعي جدا بيها وانت موجوده هنا؟ انا اكتر حاجه عجباني ان كل حاجه موجوده. يعني مثلا انا شخص انا سباح، يعني كنت بعوم زمان، سباحه فبحب البحر جدا، بحب اعوم جدا. انا عرفت سر الطول ده جاي منين، انا عرفت الطول ده جاي منين دلوقتي. فبحب ففي مكان هادي للناس اللي تحب تمارس الرياضه دي، بس عايز تروحي حفلات موجود، عايزين نشاطات رياضيه موجود. انا عاجبني، انا بحب التنوع وبحب الراحه في التجربه، عشان كده كنت حريصه جدا ان وانا بفهم تفاصيل المهرجان علشان يعني لما اقدمها في رسائل الناس انه انا المس الراحه في التجربه. فالفكره دي انا شايفه ان هي مهمه جدا وصعبه ان هي تتنفذ، ولكن التوازن حصل. فكره التنوع ان كل حاجه موجوده، رياضه موجوده، الحفلات موجوده، المسرحيات موجوده، المسرح الروماني حلو قوي قوي قوي، تحفه. التنوع ده حلو قوي. انا اكتر حاجه عجباني حقيقي التنوع. انت انجي اكتر حاجه عجباكي ايه؟ انا اكتر حاجه عجباني ان انا بقيت باجي زي ما قلت لك في وسط الاسبوع بلاقي ناس، دي اكتر حاجه عجباني. لا بصي، اكتر حاجه عجباني بجد انه هنا زي ما انت قلتي في كل حاجه ممكن انت بتحلمي بيها. يعني لما جيت مع ولادي من الاسبوع اللي فات احنا ببساطنا في حاجات ليهم يعملوها، في انشطه هم بيعملوها بيتبسطوا بيها طول اليوم، وانا في حاجات اقدر اعملها، في حفلات اقدر اروح احضرها. نظافه العالمين، المنظر الرائع اللي احنا شايفينه، التنميه العقاريه، التطور العقاري، حاسه ان انا في حته تانية، حاسه ان انا في مدينه فعلا
تقارن بأكبر وأجمل مدن العالم، وفخورة إن هي دي بلدي، وفخورة إن ديت مدينة العالمين الجديدة. مش عايزة أتكلم عن نفسي، بس تجربتي أنا تجربة جميلة جدا. أنا بس إيه بت مش قادرة، أنا نفسي كان نفسي حد يسألني عن رأيي، كان نفسي كنت مستنية بس حد يسألني عن رأيي عشان إيه، عشان أنطلق. اتبسطت جدا معاكي يا لمى، وكنت سعيدة بالحوار ده معاكي، و مفيش احلى من كده مكان، ومفيش احلى من كده متحدث رسمي زي ما قلت لك. اشكرك ونورتينا في برنامج من العالمين. شاكره ومبسوطه قوي قوي ان انا كنت معاكي، واكيد هتتكرر تاني، احنا قاعدين مع بعض في الصيف ان شاء الله، مع بعض طول المهرجان ان شاء الله. اشكرك يا انجي. مشاهدينا، ده كان لقائنا مع لمى جبريل المتحدثه باسم مهرجان العالمين الجديده، وزي ما حضراتكم شايفين احنا موجودين دلوقتي في الممشى السياحي لمدينه العالمين الجديده. المنظر رائع، وكلنا مبسوطين، وناس سعيدة ومبسوطة، وبيقضوا صيف وأجازة جميلة جدا من داخل مدينة العالمين الجديدة. فقراتنا دايما مكملة، وتغطيتنا دايما مستمرة من داخل مدينة العالمين. استنونا.